هل المرأة الحائض تدخل الحرم وكيف تؤدي العمرة إذا طهرت من الحيض؟ المرأة الحائض تحرم من الميقات بالعمرة أو بالحج، لكنها تمتنع من دخول المسجد الحرام حتى تطهر من حيضها وتغتسل، ولا يجوز لها أن تدخل في المسجد الحرام وهي حائض، تبقى في سكنها إلى أن تنتهي حيضتها، ثم تغتسل منها، ثم تأتي وتؤدي العمرة.